السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحوار السياسي. اليوم اللجنة التشريعية دعت إلى يعني جلسة نقاش عام في النظر في تعديل قانون الانتخاب، والحديث اليوم على القوائم النسبية، وأيضا من خلال التصريحات اللي صرح فيها رئيس مجلس الأمة وغيره من النواب بأن هذا القانون الحكومة لم تعترض عليه وتم إدراجه في يعني جدول أعمال مجلس الأمة في الجلسات المقبلة، وبالتالي قد نصل إلى شكل جديد. الآن ما هو الشكل النهائي؟ هل تم الاتفاق عليه؟ أكيد في قادم الأيام راح يكون حديث بشكل تفصيلي عليه. أيضا الجلسة المقبلة فيها قانون اللي هو كان يعني يسمى الخطوط الحمراء اللي ما حد يقرب منه، اللي هو كان قانون غرفة التجارة، هل سيقر أيضا في مداولتين ولا لا؟ أيضا استجواب سمو رئيس الوزراء، أعتقد من لاحقين من حق الرئيس أنه يأجله، لكن إن تم صعود المنصة أيضا راح يكون سجال سياسي. والكلام أن اليوم قد يكون العبور سهل يعني، لكن سؤال هل سيتم تجميع طلب 10 لعدم التعاون ولا لا؟ أسئلة كثيرة في حلقة الليلة ناقشها مع رئيس لجنة الميزانيات النائب دكتور عادل الدوخي. حياك الله دكتور. الله يحييك. كيف جيك؟ تأخر علينا اليوم. شوي تأخر. عزيز وغالي دكتور، بداية يعني إقرار القوانين في الجلسة الماضية، تعتقد اليوم أو تقدر توقف دكتور عادل الدوخي يقول للمواطنين إحنا اليوم في طريق الإنجاز ولا لا؟ أول شيء أنا شاكر لك هذا اللقاء. ثاني شيء أو يعني ودي أنا الصراحة لا يعني أخذنا المشهد المحلي. نعم. أنا ودي أعرج على المشهد العام. اليوم الأمة يعني الحقيقة في غزة تتعرض إلى يعني مأساة وجريمة وإبادة جماعية. ودي أستغل هذا المنبر من خلالك، وأنا أعرفك يعني موقفك في هذا الموضوع موقف يعني الحمد لله يعني أهل الكويت، موقف أهل الكويت يعني القيادة والشعب ومجلس، يعني ما نبي نفوت يعني ما يعني وقفتنا مع هذا الشعب. الحمد لله اليوم في طيارة وفي جسر جوي يومي بين الكويت وبين يعني رفح. نعم. لإيصال المساعدات. الجمعيات الخيرية قاعد تقوم بدور كبير جدا. أنا ودي يعني في هذه الكلمات القليلة أن نذكر العالم في هذه المأساة، ونذكر أمتنا للأسف يعني اليوم نشوف هذه المشاهد المؤلمة مع جمود ومع يعني حكامنا ويعني الأمة الإسلامية والعربية. الحقيقة موقف يعني لن ينساه التاريخ إذا استمر المشهد بهذه الصورة، فلن ينسى التاريخ هذا التخاذل وهذا يعني للأسف الانهزام أمام عدو استباح كل المحرمات، ولن ينسى التاريخ أن كل ما يقال عن حقوق الإنسان فهو مجرد كلام فاضي. نعم. ولن يبقى للأرض، أنا في رأيي يعني اليوم بحاجة إلى الشريعة كما هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لتقيم العدالة السماوية في هذه الأرض، بعد أن فقدنا كل ما يمكن أن نستند إليه من قوانين أرضية. حتى في هذا المشهد اللي ما يستطيع إنسان أن يتجاوزه، ونرى هذا للأسف التخاذل وهذه يعني الأمم الكفر القربية وهذا كلها تسكت عن ما يحصل من قتل النساء والأطفال والعجز في يعني غزة. أنا حبيت أبدأ دكتور بس أيضا في نفس الإطار يعني التخاذل العربي، لكن اليوم الموقف الكويتي يعني حتى الموقف سواء على الرسمي وحتى لو اليوم المباراة اليوم حضور الجماهير يعني توشحهم بالكوفية الفلسطينية، موقف الكويتي تشوفه موقف لافت يعني. الكويت لافت النظر، أشاد فيها القاصي والداني في كل مستوياتها الحقيقة. الكويت حتى أظن يعني حتى وزارة الخارجية وبعض ممثليها في الخارج يعني حتى تجاوز، لأن ما يراه هو فوق الوصف، تجاوز حتى حدود الدبلوماسية في كلماته. وبدأ أنه يتكلم كلام واضح
ان كل ما تتكلمون فيه عن حقوق الانسان وعن القوانين الامميه وكذا والقانون الانساني الدولي وغيره. انت كنت ناشط في القوانين الانسانيه، لكن اليوم اعتقد تم تجاوزها، اصبحت حجر على ورق. انا من زمان عندي هالفكره، اصلا كانت جمعيه مقومات حقوق الانسان هي تقول للعالم ان من جاء بالحقيقه في حقوق الانسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والامه الاسلاميه هي اللي اقامت وجعلت الناس يدخلون في دين الاسلام افواجا لما نشرت العداله في الارض. اليوم ما نراه يعني من قتل بهذه الصوره البشعه وبهذه الاباده الجماعيه، يعني صور الاطفال تهز وجدان، يعني ما اقسى قلب تهز وجدانه، فما بالك بهذا الكلام عن حق الدفاع عن النفس وحق يعني وان من حق هذا الكيان الصهيوني ان يفعل ما يفعل. فالحقيقه اليوم الحمد لله عز وجل اقول انا يعني هذا المشهد عره النفاق العالمي، هذا بس يعني الكلمه. نعم. اللي أود دكتور بن قرش يعني نرجع الله صلى الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ان شاء الله ويفرج عنا باذن الله. المشهد المحلي اليوم تقول هذه انجازات ولا لا؟ شوف على المستوى البرلماني انا يمكن تجربتي السياسيه على مدى يعني هال 12 سنه 13 سنه المشاركه البرلمانيه، نعم قرات كثير، لم يسبق لهذا المشهد في تاريخ الكويت، لم يسبق يعني ان يتحد 48 نائب يجتمعون يخرجون بيان موحد يتفقون على قوانين، تأتي حكومة تتفق معهم في هذه القوانين، 26 قانون 15 قانون برلماني و11 قانون حكومي، وتدرج في جلسات في دور انعقاد كامل. أنا أعتقد هذا الاتفاق في تشريع غير مسبوق. اليوم نحن في مشهد أنا يمكن أريد أوسع الدائرة شوية بعد. نعم. يعني مو بس مشهد التعاون في تشريع القوانين، يعني أنت لاحظ في لجان التحقيق ما اعترضت الحكومة على أي لجنة من لجان التحقيق، سواء كانت في لجان التحقيق في موضوع الصفقات العسكرية، لجان التحقيق في القسائم الصناعية، لجان التحقيق في البترول، كل لجان التحقيق كانت متعاونة الحكومة معكم في لجان التحقيق، كانت متعاونة تعاون كامل. أنا أعتقد هذا المشهد اليوم مشهد مسبوق، بعدين تأتي الحكومة كانت تنافس معنا تبادر، يعني قانون المتقاعدين بادروا في قانون سد الخلل اللي كان لفئة كبيرة من المتقاعدين، اللي صار في الجلسة السابقة، فهو قاعد يبادر معك. يعني هني سؤالين دكتور، يعني رفع الحد الأدنى للمتقاعدين هو تعاون حكومي نيابي ودليل اقراره في مداولتين، لكن السؤال او جهات بعض الجهات الحكوميه لما كانت حضر لجان مجلس الامه كان الحديث على رفض لمثل هذه الزيادات، كيف تم اقناع الحكومه بانها توافق على ان ترفع مثلا الحد الادنى، واليوم قاعد يتكلم على غلاء المعيشه والبديل الاستراتيجي وغيره، كيف تم اقناع الحكومه؟ لا اول شيء الحد الادنى للمتقاعدين انا ما اعتقد كان في رفض كبير، كان في خلاف على بعض التفاصيل في هذا القانون. نعم. كان هو الحد الادنى وما بعد الحد الادنى اللي فوق الالف. اوكي. كان هذا خلاف موجود، حل هذا الخلاف بالنسبه للنساء الحد الادنى واللي باب الخامس وغيره اللي هو للألف، بعدين مسألة الرجال اللي عندهم أولاد وهم أقل من 1500، فهذا اللي أضيف في هذا القانون. ما في كان رفض تام، لكن كان في تنسيق وكذلك محاولة لإيقاف بعض الهدر، إيقاف بعض القرارات السابقة على هذه الحكومة كانت حتى لا تستنزف الميزانية،
وكذلك استفادة في موضع آخر في زيادة تلبي حاجة الجميع دون مطالبات هنا وهنا. فصار الاتفاق على الزيادة الأخرى اللي سوف تكون للجميع سواء متقاعدين. في الزيادات الأخرى أيضا متفق عليها؟ متفق عليها تقريبا في زيادة تكلم عليها وزير المالية في الجلسة وأظن في تلفزيون الكويت. نعم. تكلم على زيادة للجميع المتقاعدين التأمينات والقطاع العام والقطاع الخاص. نعم. راح تفي الجميع. دكتور القوانين اللي أنتم قاعدين تدرجونها على جدول الأعمال والخارطة التشريعية اللي تم الإعلان عنها. البعض يتكلم اليوم أن هذه لم يتم تنفيذ منها إلا رفع الحد الأدنى للمتقاعدين. أما مثلا قانون الوكالة العقارية، قانون رسوم الأراضي الفضاء، هذه تم إقرارها مداولة واحدة. فاليوم الناس قاعدة تنتقد ليش تم إقرارها في مداولة واحدة وأن هذا إخفاق تشريعي. تتفق ولا تختلف؟ لا لا طبعا. شوف انك يعني سؤال تواصل قاعد تتكلم. ماشي انك تتفق. اول شيء تونا بادين هذا اول شيء، تونا اول جلسه هذه بعد الاتفاق. ثاني شيء مو معنى انك تحط خارطه تشريعيه وانك يعني تحط هذه الخارطه في جدول اسبوع، جدول يعني على الجلسات، انك تستعجل اذا تبين لك ان بعض القوانين تحتاج مراجعه. المبدا متفق عليه، المداوله الاولى حتى يراجع القانون وفي الجلسه القادمه يعني تعديل بعض الامور. طبعا لازم الصياغه القانونيه وغيرها. احنا اصلا كنا متفقين، كان في خلاف في الجلسة على ها مداولتين، قلنا لا في بعض الأمور يجب أن تعدل. كان بعض الإخوان يقولون تعدل أثناء الجلسة كما بعض القوانين السابقة، لكن اتفقنا خلوها مداولة ثانية حتى تكون مداولة ثانية بعد مراجعة وتلقي كل التعديلات، ونأتي يوم الجلسة القادمة الثلاثة القادم بإذن الله. نعم. يعني نصوت الجلسة القادمة ممكن تصوتون على القانون؟ لا بنصوت. زين شنو الوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء؟ هو شوف الوكالات العقارية ولو باختصار يعني بسرعة، هي كانت وكالة غير قابلة للعزل. نعم. الوكالة غير قابلة للعزل كان هذه وسيلة للتهرب من التسجيل. نعم. واحد عنده عقارات ما يبي يسجل باسمه، يبي ياخذ دور المواطن حتى لو عنده عقارات، هذا يعتبر هذا من حقه، فيروح يسجل وكاله غير قابله للعزل. هذه الوكاله غير قابله للعزل ما تسجل باسمك، ما يسجل باسمك هذا، لكن يبقى تتصرف فيه كانك مالك البيت. نعم. فلايقاف هذا الالتفاف على القانون كان الوكالات العقاريه. أما الرسوم الفضاء حق الأراضي اللي إن شاء الله يمكن راح تكون فوق 2000 متر أراضي فضاء. نعم. فوق 2000 كانت 5000، كان 10 دنانير سنويا. يعني فلا هذه راح تصير 10 دنانير أول سنة، راح تتضاعف بعدين 40، بعدين تتضاعف، ففيها مردود. اللي عنده 2000 متر أرض فضاء، حتى أرض لو فضاء. عنده بيت مثلا عنده فوق 2000 متر. إيه لا ما يجب عليه أن يتصرف في هذه الأراضي، لأن للأسف بدأ بعدين بعد 5000 بدأ التوزيع على 1000 و2000. طبعا كان القانون 1000، بعض الأخوة قال له 1000، يعني بعض الأراضي 1200، الواحدة 1200 يعني بعض أراضي وكذا، فقال كان الاتفاق أنها تكون 2000، وأشوف اللجنة ما عندهم مانع. أوكي. يعني هذيل القانون اللي أساساً تحارب احتكار الأراضي. طبعاً هي طبعاً هي في النهاية تحارب احتكار الأراضي وتحرك عجلة الأراضي في الدولة بدل هذه العجلة الواقفة ومحاولة السيطرة على أسعار العقار المرتفعة. إنزين. أنت تكلمت قبل شوي عن لجان التحقيق. لجان التحقيق تشوف أن الحكومة صحيح وافقت على اللجان، لكن هل هي يعني متناغمة معاكم وتحضر مثلاً وتنفذ مثلاً ما يرد في هذه اللجان؟ لم أسمع أي شكوى من لجنة اللجان. أنا رئيس لجنة تحقيق الكاراكال يوروفايتر، تعاون تام سواء في المجلس المبطل أو في المجلس الحالي. بعض الكلام يقول لك لا دكتور عادل دمخي تنازل عن 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 التحقيق في هذه اللجان نتيجة لصفقات حكومية. طيب خليك، طبعا أنت لما تدخل في الصفقات العسكرية تثير يعني ناس كبيرة هي تقتات على هذه الصفقات. نعم. لما تروح لهذه راح تفضح
يعني فساد كان كامن للأسف في يعني هذه المؤسسات. لكلنا أن يعني نحرص على أن تكون يعني نظيفة وتكون يعني تمشي في الطريقة القانونية. فأكيد يثار مثل هذا الكلام. بالعكس احنا ما يزيدنا، كل ما يزيد مثل هالكلام وهذا يزيدنا حرصا على إقامة العدل وعلى الإنصاف وعلى إرجاع أموال الدولة من خلال فتح ملفات الفساد، وعلى يعني تحويل كل فاسد إلى النيابة العامة. راح تروحون إلى التقرير راح يصدر؟ راح يصدر إن شاء الله بإذن الله. قريبا أم بعد محتاج؟ لا لا قريب، قريب جدا، خلاص يمكن الجلسة القادمة بإذن الله. في القاضي أي كراكال؟ الكراكال. كراكال. وبعدين ندخل في اليورو فايتر. إنزين دكتور، الاستجواب حق يعني، لكن اليوم الاستجواب اللي قدم إلى وزير التجارة، هل وزير التجارة استطاع هو أن يعبر الاستجواب، أم أن التعاون اللي قاعد يصير هو اللي خلى الوزير يعبر الاستجواب؟ والله شوف، التعاون ما تقدر تقول إنه ما له دور. تعاون بين الحكومة والمجلس بموضوع القوانين وتحقيق مصالح الشعبية، وخاصة أن هذه القوانين كما قسمناها إلى قوانين تنموية وقوانين إصلاحية سياسية وقوانين تحسين مستوى معيشة. لا شك كل اليوم نشوف احنا الناس كلها مطلعة إلى مثل هذه القوانين. فوجود التعاون لا شك له أثر الكبير على أي استجواب. أوكي. كذلك يمكن ما دخل الوزير، أنا على الأقل أكثر من واحد وأنا يمكن واحد منهم، كنت أنظر إلى المستندات يعني والأشياء اللي يعني كنت قاعد تشوف مادة الاستجواب، مادة الاستجواب يعني كنت مراقبها تمام. أوكي. فشفت فيه ردود، يعني طبعا مو معنى أن احنا نتعاون أن أي وزير يخطئ، خاصة إذا مثل ما صار مع وزيرة الأشغال، يعني أخطائها كانت واضحة وأنا كنت محذر من الأخطاء اللي كانت تقع، أي تقع فيها. هي ردت بس يعني قالت أنا مشكلتي مو مشكلة الأمور الفنية، لكن لا، المشكلة أن النواب يبون يمشون معاملات، اللي يبي مثلا يعين مناصب، فبالتالي هذا اللي يعني خلى النواب يقوموا ضده. هذا كلام يعني بعد ما الإنسان إذا كان هذه المشكلة المفروض يطلع مثل ما طلع وزير التجارة ويجاوب على الاستجواب. أما الكلام بعدين هذه مشكلة وهذه كذا، هذا ما ينفع. أنا ليش أعتقد ما ينفع؟ أنا أعتقد مثل هذا الكلام هو مجرد يعني واجهة لغير الحقيقة. الحقيقة شيء ثاني، الحقيقة. ولذلك احنا شكلنا لجنة تحقيق في استجوابات وزيرة الأشغال، أعتقد تم استدعائها، وتم استدعائها لازم لأن كانت هناك طوام في عملها. وبالعكس احنا ما نبي نصير مثل التغييرات الحكومية أن والله شيله وخلاص مع السلامة، لا، نبي نأكد على حقيقة أن من كان طرف في الفساد يجب أن يحاسب. لذلك كانت هذه لجنة التحقيق في هذه المسألة. لذلك أنا أعتقد أن اليوم استجواب، أي استجواب راح في ظل هذا المجلس راح يكون تحت نظر المجلس. لن يقبل هذا المجلس بالتحويل سرية أو تحويل التشريعية أو تحويل الدستورية، لن يقبل هذا المجلس. حتى في استجواب مهلال إذا رئيس الوزراء هذا لن يقبل، لن يقبل المجلس أي تجاوز. أبلغت الحكومة أنه ما في تجاوز. طبعا الجميع متفق أن الاستجواب حق دستوري للنائب. لابد هذا الاستجواب أحيانا يكون له دور كبير في التصحيح. يعني الاستجواب مو شرط ان ما نال ثقه يعني، او ما نال يعني مثل ورقه العشره، ان هذا الاستجواب ما هو صحيح. لا، الاستجواب يصحح مهما كان. الاستجواب احيانا يدل على بعض الاخطاء، يدل على كذا، يستفيد منها سواء في استجواب وزير التجاره او في استجواب رئيس الوزراء. يعني احنا شفنا رئيس الوزراء
شكلوا لجنة لإعادة النظر في الكلام أن هذه الأسئلة غير دستورية. هذا الحقيقة من آثار الاستجواب. يعني آثار استجواب مهلل تشكيل لجنة من الحكومة للنظر في عدم دستورية ردود الأسئلة لأن هذا سوى يعني على الأقل وضع الضوء أمام رئيس الوزراء ترى الطريقة اللي قاعد تصير غلط. وأنا متأكد أن يعني هناك تدخل. أنا أعتقد في لجنة في مجلس الوزراء هي كانت تحدد لجنة من الفتوى والتشريع وكذا. نعم. في هل تحدد الردود على الدستوري أم غير دستوري. نعم. وهذه اللجنة كانت لجنة يعني بالعكس دائما تقول حق رئيس مجلس الوزراء أنه جاوب على بعض هذه الأسئلة. لكن أنا أعتقد أنه صار في تدخل في اللجنة أو صار في ضغط من نوع معين أن لا هذه الأسئلة غير دستورية. تدخل منه دكتور؟ يعني يمكن استعانوا بطرف آخر من الفتوى والتشريع ولا استعانوا بمستشارين قانونيين أخر. نعم. داخل مجلس الوزراء. لكن لا يمكن أن كل الأسئلة تكون غير دستورية. نعم. لابد من بعض الأسئلة يكون فيها إجابة. أوكي. فالشاهد أن الاستجواب ليس معنى أن الاستجواب لا ينال ورقة عدم التعاون أو لا ينال ورقة طرح الثقة. نعم. أن هذا الاستجواب فشل، بل بالعكس استجواب كما وصف الدستور سؤال مغلط، وهذا التغليط هو لتصحيح المسار يعني في النهاية. أوكي. الاستجواب مثل ما أنت قلت حق، وأنت قلت أن موقفنا أن من الرفض الإحالة إلى الدستورية والتشريعية والتأجيل ممكن حتى السرية. الآن استجواب هل هالمضاف يعني نوقش في الجلسة المقبلة نصعد رئيس الوزراء، عندكم حكم مسبق على هذا الاستجواب نتيجة للتعاون أنه خلاص ما راح نوقع على عدم تعاون؟ لا، ما في شيء اسمه حكم مسبق. في النهاية أنت استجواب الاستجواب أحيانا تخرج فيه مفاجآت معينة. يعني أحيانا الاستجواب يعني مرات بعض المستجوبين يخرج هو ضامن يعني أن لا الأمور ماشية تمام وكذا، يتفاجأ أنه بعدين يحرج بشيء آخر. يعني يحرج بشيء أو يكون في أمر يعني آخر يخرج، أو هو يكون ضعيف الحجة في رده أصلا. فمو معنى يعني في استجواب أن أنا عندي حكم مسبق. في ناس تعتقد أن التعاون أهم من كل الاستجوابات القادمة. أنا شخصيا تعتقد في ناس تعتقد أن التعاون أهم من الاستجوابات. طبعا في ظل هذا التعاون غير المسبوق تاريخيا. عادل الدمخي من ضمنهم؟ أنا واحد من الناس أعتقد عدم التعاون هذا مؤثر، لكن لا يمنعني من النظر في الاستجواب. يعني هل فعلا يستحق؟ احيانا بعض يعني ما كما قلت لك يعني مرات الاستجواب لتصحيح مسار. يعني مرات ياتي الاستجواب يكون فيه والله لا احنا نراجع الاسئله، مثلا احنا والله قاعدين نحقق مضامين الخطاب الاميري اللي حصل. فيكون فيه توجه فعلا من بعد الاستجواب افضل من قبل الاستجواب. جيد. يعني في النهايه تأثير الاستجواب ورد يعني المستجواب هذا لا شك راح يكون له تأثيراته ويكون له يعني واقع بعد هذا الاستجواب، وتعهدات أي مستجواب راح تكون أمامه في المستقبل. يعني هذه التعهدات. إنزين دكتور، الاستجواب حق نائب المضاف اتخذ هذا الحق بتقديم الاستجواب، توقيته ويقرره وفق ما حدد الدستور. ولكن البعض اللي يتكلم اليوم دكتور بأن بمعزل عن مهل المضاف هذا الاستجواب يتم الترويج له والتسويق له من قبل أطراف سياسية أخرى. متلمس هذا التوجه؟ متلمس أن في ناس قاعد تستغل هذا الاستجواب لأن تبي تزيح رئيس أو تزيح رئيس الوزراء الحالي؟ طبعا في يعني في متربصين يعني في؟ طبعا الواقع ما نقدر نخش روسنا. يعني ناس مترابصة. المترابصة ليش؟ ما تبي هذا. ما تبي المجلس. ما تبي هذا المجلس ولا تبي هذا النجاح ولا ناس قعدت سنين وهي تحفر في الفساد والآن تبيها
بعد هذا الفساد وهذا للأسف الغنى من الأموال العامة، اللي يجب، أنا قلت على الحكومة أنها تفتح ملفات الفساد وتسترجع أموال الدولة. اقتاتت هذه الفئات وعلى يعني ما كان في السابق، وكنا نحارب. احنا ليش عيال حاربنا ووصلنا إلى الآن ما نصل إليه؟ إلا من أجل أن نصحح هذا المسار ونقصي هؤلاء، مو بس إقصاء، وكذلك نحاسبهم على فسادهم السابق، وأنهم ما يعني أنت تعتقد أن المجلس مستهدف؟ طبعا أكيد، ما في مجال أن المجلس مستهدف. شوف، لا نخش روسنا بالرمل. أول شيء، لا أتكلم، أنت قاعد تكلم صراحة، الكويت تشوفه مستهدف؟ الكويت فيها صراع شيوخ. نعم، صراع حكم، هذا خلينا نكون واضحين فيه. الكويت فيها صراع، وهذا الصراع أو على أوجه اليوم، وكل يعني هذا اضرب هذا وهذا يقول لك اضرب هذا، واضح هذا الصراع. لكن في ناس متنفذين برا ما لهم علاقة بصراع الحكم، لكن صراع مثلا صراع سياسي. الحكم وصراع الشيوخ لا تأثير على، وهؤلاء المتنفذين يدفعون أي مصلح لن يتركوه. أنا أقول لك إياها، وهم لم يتركوه سابقا، وإحنا عرفنا شلون حاربوا المصلحين قبل، سجن وتهجير وسحب جناسي وغيره 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 من الأمور. اليوم نرجع إحنا نقول أن هؤلاء موجودين، وهؤلاء للأسف كل يوم يمكن يصير مثل ملف ينفتح، تصير قضية تنفتح. اليوم في قضايا في المحاكم، اليوم في يعني ملفات في التحقيق، واحنا قاعد يعني نتلمس يعني هذه الملفات ومدى الفساد اللي كان من تبهيل. انتم اذا تقول نتلمس ان هذا المجلس محارب، واعين لهذا 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 لهذه يعني المحاولات، وقاعد تسعون لصدها ولا لا؟ مو خاصة بقية النواب، شوف على وعي ان في صراع مستهدف هذا المجلس. شوف، استهداف المجلس شنو الرد عليه؟ اول شيء الرد عليه انك تمشي بطريقة صحيحة. انا اعتقد اليوم اللي قاعد نسويه داخل المجلس هو الرد الاكمل والاصح، انك تنسق وتضع قوانينك وتفعل أدوات الرقابة بهذه الطريقة وتقنع الشارع. اليوم أنا لما أدخل الدواوين ولما أكلم الناس، الناس واعية، الناس تقول لك يا جماعة بس نبي القوانين تصدر، نبي الأمور تمشي. شوف مزاج الناس اليوم نحو التشريع أكثر من رقابة، وايد. وحتى في الرقابة ما بالعكس، يقول لك حاسب الناس مع الحساب مع الرقابة. يعني لما صار مع وزيرة الأشغال، بالعكس شفت الناس يعني في هذا الدور، الناس كلها تقول لك لا يبا أنتوا صح ماشيين صح، بالعكس هذا الدور كان دور صحيح. فهذا الرد الأهم، أنك تعمل بطريقة صحيحة، مو تقعد تدخل في مهاترات وتدخل في يعني ردود كلامية، لا لا، امشي بشغلك وامشي بطريقة صحيحة. اليوم اللي صار، اللي أشرت إليه أنت في المجلس، مشاركة القوى الوطنية بهذه الطريقة اللي شفناها في مجلس الأمة. نعم. اليوم في للنظر في القانون الانتخابي، في قانون الانتخاب وعلاج هذا النظام الانتخابي. نعم. أنا أعتقد اليوم هذه الطريقة الصحيحة اللي أنت ترد فيها على الآخرين. اليوم نشاطك الإعلامي كذلك ضروري. أنا الحكومة يمكن نشاطها الإعلامي ضعيف، أنا أعتقد يمكن حتى الاستجواب فرصة لرئيس الوزراء أنه يطلع ويجاوب ويبين شنو ممكن نحقق. نعم. في مسيرته من خلال يعني ما عمل خلال هالسنتين. بالعكس انت عندك فرص اليوم تثبت من خلالها. يعني انا اليوم ما يمكن بديت في القضية الفلسطينية، شفتنا موقف يعني صراحة موقف الكل اشاد فيه على مستوى العمل الحكومة هذا. اما على مستوى ما نحن فيه من عمل داخلي
ومن تعاون أنا أعتقد هذا التعاون غير مسبوق. بالتالي هذا الرد الأساسي. استخدام الوسائل الإعلامية، الكلام ومخاطبة الشعب، هذا مسؤولية الجميع، حكومة ومجلس. نعم. وأنا أقول الجواب مو بالكلام بس، الكلام بالإنجاز. إنزين، أنا بكمل وياك دكتور وبسألك على اللي صار في الجلسة الماضية لقانون رد الاعتبار. هو قانون كان يعني البعض يتكلم فيه في حملات الانتخابية. موقفك وشنو، ليش اتخذت الموقف؟ بس بعد الفاصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عادل الدمخي. دكتور، سألتك قبل الفاصل حول قانون رد الاعتبار، ليش ما وافقتوا على إدراجه والتصويت عليه؟ خاصة يتكلم مزوق الحبيني قال يمكن نص ساعة يعني ونخلص منه، ليش هذا الموقف؟ لا شوف، أنا تكلمت أول شيء بكل وضوح في الجلسة. أول شيء ما نبي نصنف الناس على قانون الجميع متفق عليه، حكومة ومجلس، الحكومة أعلنت موقفها، المجلس أعلن موقفه. الموضوع هو هذه الجلسة ولا الجلسة اللي بعدها، بس وتقديم هذا. أنا واحد من الناس قلت نبي الالتزام بالخارطة التشريعية، لأن إذا فتحنا باب عدم الالتزام بالخارطة التشريعية راح تصير الآن وإحنا في البدايات سابقة ان نقول لا، كل واحد له حق انه يقدم ما يراه هو. نعم. انه خوفا من الفوضى التشريعيه يستحق التقديم، وندخل بعدين كل واحد يشوف ان هذا هو يستحق التقديم على هذا. والمساله كلها شنو؟ جلسه. يعني مو مساله رفض، محاوله تصوير للناس انه واستغلال هذا الموقف للاسف انه رفض رد الاعتبار. هذا الحقيقة يعني للأسف تزوير للحقيقة. يعني شوف، في ناس تكلمت يعني برا المجلس، وفي ناس من داخل المجلس على عدم الموافقة على قرار رد الاعتبار. كان من ضمن أيضا نائب مرزوق الغانم نزل تغريدة في وسائل التواصل، قال قانون المسيء وقانون العفو كان للبعض مادة للتسويق لا أكثر. فعلا هذا التصويت اليوم وعدم ادراجه يؤكد كلام نائب مرزوق الغانم بان هذا كان فعلا ماده للتسويق وللعرض لا اكثر. انا اول شيء يعني اقول حق مرزوق الغانم استغفر الله وتوب اليه من اللي سويته في الشباب. قانون مسيء وقوانين تقييد الحريات اللي عملتها ما مرت على تاريخ الكويت. اسجنت وهجرت، لا زال شباب ضحايا هذه القوانين اللي أصدرتها في مجلسك. وللأسف فرد يعني الحكومة ومجالس في النهاية هو كان له الدور الأكبر في إقرار هذه القوانين. وأنا أقول يعني مو الناس ما راح تنسى، مو معنى اليوم أنت بتزايد على هذه القوانين. هذا أول شيء. ثاني شيء، موضوع رد الاعتبار ما له علاقة أبدا، ويمكن كان جمعان الحربش أكثر إنصافا. جمعان قال في تغريدة واضحة جزاه الله خير، مع رغم أنه يمس الموضوع، قال ترى رد الاعتبار الجميع متفق عليه، لكن كان الخلاف هو من رفض تقديمه أن لا يحصل فوضى في التشريعات القادمة. شوف كلام جمال الحربش أنصفكم أكثر. طبعا واضح، يعني واضح أنه هو يقول الحقيقة واللي كانت موجودة داخل المجلس. نعم. أصلا يعني وصلنا إلى أنه كان سيسحب تقديم هذا الطلب، يعني كان سيسحب، لكن كانوا يريدون تأكيدات أكبر من الحكومة. نعم. على قراره. على كل اللي صار ان الجميع متفقين، يعني مو ماده للتسويق ابدا. رد الاعتبار سيكون في وقته،
في الجلسة ليست القادمة اللي بعدها 12 أظن. نعم. وسيكون يعني بإذن الله محط اتفاق بين الجميع. ولم أسمع أحدا يتكلم على رد الاعتبار. بعدين أنا بأشير إلى موضوع ترى رد الاعتبار لا يتعلق هني، لازم أوضح للشعب يعني. نعم. رد الاعتبار ترى إصلاح اجتماعي كبير، ما يتعلق في فقط اللي كانوا في العمل السياسي. رد الاعتبار أنت تتكلم عن كل المسجونين، تعجيل رد الاعتبار لهم. كان المسجون إذا طلع بعد فترة قضاء الحكم، نعم، يقعد مدة 10 سنين إذا جناية، 10 سنين إذا، 5 سنين إذا حكم له القاضي. نعم. وقبل قبل 5 سنين والفترة يكون عليه قيود يعني، ما يقدر لا يشتغل لا يعيل لا يعني أنت كان في السجن وطلعته، شو بيصير بعدين؟ ما يقدر لا يشتغل لا يعمل، لا شو تبي تسوي فيه؟ فقلل مدة يعني التجربة كما نسميها. لا. يعني هو مو بس متعلق في قضية يعني النواب السابقين، لا ليش النواب يعني. السابقين وكذلك الناس اللي برا المهجرين وغيرهم، وكذلك عموم المسجونين. رد الاعتبار هو يعجل في عودة اللي محكوم عليه للمجتمع ودمجه مع المجتمع مرة أخرى. لذلك رد الاعتبار هو قانون إصلاحي، اعتبره أول شيء اجتماعي. نعم. وبعد ذلك إصلاحي سياسي. فإذا أنتم متفقين حكومة ومجلس، لكن الخلاف كان مجرد على التوقيت فقط. طبعا. أوكي. أيضا في الجلسة الماضية وكان في رسالة من نائب مبارك الحجرف في قضية يعني أعتقد الرياضة، وأنت أيضا تكلمت فيها، وصار في أنك أنت تكلمت، مرزوق الغانم تكلم قال هذه رسالة من محامي الشيخ أحمد الفهد قدمها إلى مبارك الحجرف. أنت قلت ما نبي نقحم المجلس الرياضة. إيه. تشوف أنه لا يزال الصراع قائم ويراد للمجلس أن يكون طرفي؟ لا، أنا شفت الرسالة اللي أو الكلام اللي قيل في المجلس الأولمبي بعد ما عرض الأمر في مجلسنا، أنهم استندوا إلى ما قيل في مجلس الأمة. نعم. من الرسالة ومن هذا، وأن مجلس الأمة له توجه ضد هذا، فصار اقحام لمجلس الأمة بغض النظر عن الأطراف. صار اقحام لمجلس الأمة. رسالة أخونا مبارك هيف كانت في مكانها الصحيح، أن لا يقحم مجلس الأمة. مجلس الأمة لم يكن طرفا في هذه القضية، وكان يعني الهدف من الرسالة اللي جاءت في المجلس. نعم. الرسالة الأولى اللي أرسلها مرزوق الغانم للاستدلال فيها في هناك يعني، فاستدل فيها فعلا، وأن استدل أن مجلس الأمة وكأنه هو يعارض ويؤكد ما ذهب إليه، مع أن ما هي رسالة وما حتى سقطت أظن في التصويت. فبالتالي اليوم اقحام مجلس الأمة في هذا الصراع مرفوض، وهذا كان الهدف من رسالة رئيس لجنة الشباب الرياضة، أن ما تبغوا تدخلون مجلس الأمة يكون طرف، وأيضا على أساس لا يتم استناد عليها من المنظمات الدولية. زين. الجلسة الجاية قانون غرفة التجارة. أيه. وهذا القانون يعني يمكن كان مطالب فيه من سنوات، وكان البعض يقولنا لن يقر، وبعض يقول لا يزالنا مو مصدق أنه سيقر في الجلسة المقبلة. أيه. يقر أو لا يقر؟ والله اللي نعرف أن هناك اتفاق نيابي حكومي في موضوع يعني تنظيم عمل غرفة التجارة. نعم. ما كان يحصل في السابق، طبعا احنا في النهاية تجار الكويت لهم دور كبير جدا، لما نتكلم عن بعض الفاسدين ومن كان يريد ان ينحرف في نهج الدولة الى مصالح الخاصة، ما نتكلم عن عموم التجار وعموم هذا. ما كان يحصل من وجود تمثيل لغرفة التجارة في وزارات الدولة يعتبر تعارض مصالح، سواء في الهيئة العامة للصناعة ولا. نعم. في التأمينات، وجودهم في مجالس الإدارة لا شك هذا كان يعتبر تعارض مصالح. تنظيم هذه العملية مهم جدا، تنظيم عملية عمل غرفة التجارة كان مهم وكان مطلب.
مطلب وتكرر يمكن على مدى سنوات طويلة. نأتي اليوم إلى هذا التنظيم. التنظيم لا يعني أنك ضد، التنظيم يعني أنك تعمل ولا تعمل تحت مظلة الدولة ولا تعتبر ند للدولة. هذا معنى التنظيم، أنك تعمل تحت مظلة الدولة. يقر ولا لا؟ سيقر بإذن الله، ما في خلاف عليه. لا لا، ما أعتقد في خلاف. الغرفة رافضة القانون؟ ما طلعت على رأي الغرفة الصراحة، ما طلعت أنا شخصيا ما طلعت، لكن أعتقد إذا اتفقنا حكومة وهذا سيقر. بعدين في النهاية المتضرر إذا كانت غرفة وغيرها لها وسائلها. إنزين دكتور، يعني كرئيس أنت لجنة الميزانيات، عندنا عجز اليوم ولا لا؟ وخاصة أن هل هذه العجوزات ستؤثر على القوانين المعيشية اللي مجلس أقر واحد منها وممكن يقر بعض القوانين؟ ممكن نتعمق العجز أكثر في حال إقرارها ولا لا؟ وبصراحة يعني الوضع المالي للدولة، لا الكويت اليوم السنة هذه عندها فائض، ما عندها عجز. السنة هذه 22-23 22-23 الحساب الختامي عندها فائض، فائض 6 مليار 300 مليون، لكن نحن نؤكد أن هذا الفائض ليس بدائم. يعني في النهاية أنت عندك صندوق احتياطي عام، يعني كان فلس أصلا وكان يريد الأخذ من صندوق الأجيال. نعم. وقر له يعني، فبالتالي اليوم أنت يجب أن تسد الخلل في الاحتياطي العام. أوكي. معالجة تحسين مستوى المعيشة بالطريقة الصحيحة اللي ما تكلف الدولة مطلوب، لكن كذلك مطلوب في نفس الوقت قوانين تنمية، قوانين تنمية مالية لازم تكون في نفس الوقت، إيقاف الهدر. أول شيء نقدر احنا نعالج بنود بعض بنود الميزانية في الهدر وغيره؟ طبعا طبعا، كل ما صارت الميزانية فيها حزم. اليوم احنا مع جهاز المراقبين الماليين، نعم، كان عندنا جلسة اليوم. نعم. انا عشان كذي ما قدرت اليوم احضر النقاش اللي صار على قانون القوائم. قانون القوائم ولا هذا. اليوم كان عندنا لجنة الميزانيات مع جهاز المراقبين الماليين، وكنا نتكلم عن إيقاف الهدر والحسم من وزير المالية ومن وزارة المالية. وأنا عندي كلمة دائما أقولها حق أي وزير مالية، أنت مو أمين صندوق في الدولة، أنت مدير مالي في الدولة. تنتبهون حتى قانون كنا أنك حتى الحكومة إذا بتصرف لازم ترجع لوزير المالية أساسا أن ما يتم. مو هذا، مو هذا دستوريا لازم تصير كذي. هي الدولة ترجع في النهاية، أنت شلون تصرف ماليا إلا من خلال وزارة المالية ومن خلال في صرف يتم من غير موافقة وزارة المالية؟ هاي صرف خارج يعني عن موافقة الميزانية، هذا مخالفة، مخالفة. وهذا للأسف اللي قاعد يصير، مثل ما صار في بيع الإجازات، قرر 300 مليون صارت مليار. فاجأوا بالعدد يمكن يعني ما كان يعني، هو بيحوله بعدين على العهد ويحوله على، لكن القصد من هذا هو متى ما صرت ملتزم فيما تقرره ولا تخالفه، كل ما أنت ضبطت العملية. أنت عندك مخالفات مالية مثلا، المخالفات المالية هذه ليش تسجل؟ لأنه قاعد يصرف مثلا، يصرف أموال رواتب ولا أموال بدلات ولا أموال خارج عن ما تقرره وزارة المالية. نعم. وزارة المالية توافق على مثل هذا الصرف، هني يصير الخلل يعني. ها أوكي. يصير الخلل هني، دور الأجهزة الرقابية. فأنت كل ما أحكمت سواء الأموال في الداخل ولا الأموال في الخارج، كل ما أحكمت الأنظمة الرقابية. يعني اليوم احنا نتكلم، يعني أقول لك شيء مثلا، تخيل احنا من أنا جيت يمكن المجلس في 2016 دخلت الميزانيات، وأنا همي الأول ربط النظام الآلي ما بين الداخل والخارج. في يعني محاولات على استحياء
ماكو محاولات، ما في شيء حقيقي تحقق لحد الآن أن يربط النظام الآلي داخليا وخارجيا. فشيء يعني هذا يؤدي الى في تسريب في الميزانيه او في مواطن خلل يجب يتم اعاده النظر فيه. في الخارج قاعد يصير، صار في السابق احنا هنا ب 2016 كان عندنا عجوزات في بعض الوزارات مثل الصحه وكذا، مليارين صرفت على ترضيات وعلاج بالخارج وسياحه وغيره وغيره. ف اكيد في يعني اعمال خارجيه والتحويلات وغيرها وغيرها من الكلام السابق اللي كان يصير في عهد للاسف لم تحكم الرقابه في الخارج. اليوم احنا نعم يعني جهاز المراقبين الماليين اتيح له وتوصيه مجلس الوزراء وقرار يعني انه يراقب الاموال في الخارج، ولما راح فرقه تراحت في الخارج اكدت على اللي نقوله احنا، ما نقدر نضبط العمليه الا بانظمه آلية تربط الداخل مع الخارج. نعم، لكن في جهات رقابية تكون موجودة هناك، فبالتالي قاعد تعرف، لكن دورها مو فعال، دور ضعيف الحقيقة، لأنها غير ممكنة. أنت قلت في الجلسة الماضية أن في جهات حكومية تمنع الجهات الرقابية أن تراقب عليها. أنا قاعد أشوف بعض الأمور قاعد تحصل، أن هذا يرفض رقابة ديوان المحاسبة. اليوم يجونا جهاز مراقبين الماليين يقول في أربع جهات رافضة الرقابة. شنو حجتهم؟ يمكن مو قانونية حتى لو في كانت قانونية، لكن هي لماذا أنت ترفض إذا أنت تمشي في الطريقة الصحيحة؟ نعم، ليش ترفض؟ أنت بالعكس مكن الجهة الرقابية، لما أنت كمجلس وزراء تقول حق ديوان المحاسبة لا انت ما تحكم على الاداء، انت دورك فقط رقابه ماليه. ما هو الاداء له دور في الرقابه الماليه. بعضهم قد تكون تدخلات ديوان المحاسبه في قرارات اداريه اكثر منها قرارات ماليه، بعض القرارات في القرارات الماليه الاداريه ينبني عليها قرارات ماليه. فلازم يراقب هذه القرارات. في النهايه انت لا تحاول تحجم عمل الاجهزه الرقابية. كان في السابق أي جهاز رقابي حط له مسؤول محسوب على مجلس الوزراء ومحسوب على أطراف في الدولة. نعم. وجهاز رقابي يصير على عكس ما يعني وضع له. إنزين. اليوم للأسف. أوكي. اليوم الحمد لله يعني تحسنت الأمور، وإن شاء الله يعني هذه الأجهزة الرقابية تقوم بدورها أكبر، وإحنا كمجلس أمة يجب علينا نسند هذه الأجهزة. دكتور، آخر سؤال وبختم فيه، تأخر تعيين القيادين تسكين هذه المناصب، الأمر ماشي بشكل عادي مو مؤثر على أداء الحكومة، ولا تشوف أنه لا يجب الحكومة أن تبادر وتنهي هذه لا لا، التأخر هذا مؤثر علينا، وللأسف يعني إحنا صرنا دولة عجوز، أنا أسميها دولة عجوز صدق، يعني الدولة مترهلة مو قادرة تمشي. كل يعني أنا أعرف يمكن أغلب الوزارات والجهات ترى رفعت أسماء القيادين، ولكن ماكو اعتماد، في خلل في الاعتماد، في خلل كبير جدا. يعني مو معقولة أنت أجهزة الدولة تقعد القياديين ترفع أسماءهم سنة وسنتين وانت ما تعتمد هؤلاء. فبالتالي خاصة انت قاعد تتكلم عن كلها يخرجون مراسيم يعني، فبالتالي يجب ان نعجل في الاعتماد. تخيل اليوم انا جهاز مراقبين ماليين، اضرب لك مثال يعني. أوكي. ها؟ رئيس جهاز المراقبين هو المعين لانه من سنوات معين، الباقي كلهم بالتكليف من نائب الرئيس لأقل واحد، كلهم بالتكليف. ليش جهاز رقابي كله بالتكليف؟ وهذه ترى بقية الأجهزة الرقابية، بقية وزارات الدولة وجهات الدولة. لذلك احنا حطينا في الخارطة التشريعية قانون تنظيم القياديين. أول شيء نضبط المسار، وأنا أعتبر، وهذه النصيحة وأوجهها من خلالكم للحكومة ولسمو رئيس الوزراء والوزراء،
يجب أن تعملوا على إقرار هذا القانون. هذا القانون يدور في ردهات مجلس الأمة منذ التسعينات، اللي هو تعيين القياديين. تعيين القياديين، نعم. ولم تقبل فيه أي حكومة. حكومة أحمد النواف بقبولها المبدئي أول شيء وضع هذا القانون ضمن الخارطة التشريعية، اعتبر هذا أول شيء إنجاز أنه يكون في هذه الخارطة في دول انعقاد هذا. ثاني شيء اعتبر قرار قانون تنظيم القياديين من أفضل القوانين الإصلاحية في البلد. أوكي، يعني ممكن هذا موجود على جدول، ما راح يقر؟ موجود إن شاء الله يقر. أخيرا متفائل؟ أنا والله متفائل بناء على حقائق، كما قلت لك حقائق غير مسبوقة. نعم. عمل تاريخي قاعد يحصل في مجلس الأمة، إصلاحات على جميع المستويات قاعد، وتشريعات إصلاحية على جميع المستويات. أنا أعتقد إن شاء الله هذه فرصة، لأن فعلا تكون الأمة هي صاحبة الكلمة الطولة في، نعم، يعني هذا الإصلاح. مشكور دكتور لحضورك معنا، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى مع إنجازات أخرى في مجلس الأمة بإذن الله. مشاهدي الكرام، وصلنا لختام، لكم من طيب المنى وإلى اللقاء.